منطقة جبلية مليئة بالقرى إلى محمية جبلية طبيعية تحمي أكثر من 1000 نوع من التنوع البيولوجي في إمارة الفجيرة. وادي الورعة تسميت هذه المنطقة بسبب تواجد الورع أو القصب. الحيوانات تتحرك بسهولة، حيوانات جبلية بتقدر تصعد الجبال بسهولة. العلجوم هو ابن عم الضفدع، بس اللي ما يعيش كل حياته بالماء ويكون جلده بهذه يعني مو أملس كلش مثل الضفدع. اهلا وسهلا فيكم في محمية وادي الورعة الوطنية، اول واكبر محمية جبلية في دولة الامارات العربية المتحدة، لمساحتها 220 كيلومتر مربع وتمثل 14% من مساحة امارة الفجيرة. محمية وادي الورعة الجبلية هي اول محمية سجلت في الامارات العربية المتحدة كمحمية جبلية، وهذه المحمية تحتوي على أول والوحيد من نوعه من الشلالات الطبيعية المستمرة سنوياً، اللي يقال عمرها أكثر من 10,000 سنة مستمرة بالعطاء طول السنة. هذا الشلال حسب الخبراء الجيولوجيين في آخر 10,000 سنة لم يتوقف الماء عن الجريان في شلال الورعة، يعتبر واحد من أهم المناطق السياحية أو المزارات في دولة الإمارات العربية المتحدة للمهتمين بالطبيعة وحماية البيئة. كانت من الأنواع الرئيسية في هذه المحمية هو النمر العربي والغزال العربي اللي انقرض بسبب الصيد الجائر في السابق، وحالياً هذه المحمية تسعى لإعادة توطين وتكثير أنواع من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل الحيوان الطهر العربي المهدد بالانقراض. الطهر العربي فرح يطلقوها بهذه المحمية الغير مسيجة، يعني راح تكون حرة طليقة في 220 كيلومتر مربع من مساحة هذه المحمية بدون سياج، ولها حرية الخروج من المنطقة المحمية ومن هون على عمان من غير سياج من غير أي شيء. هذه المحمية تحتوي على أنواع مختلفة من الحيوانات، ولذلك لها أهمية جداً كبيرة في الإمارات العربية المتحدة. فيها أنواع مختلفة من البرمائيات، من الزواحف، أنواع مختلفة من الأفاعي، الطيور المستوطنة والمهاجرة، وأنواع نادرة ومهددة بالانقراض من الطيور واللبائن والثدييات. هذه المحمية تحتوي كذلك على أنواع مختلفة ونادرة من النباتات، جزء منها تعيش فقط في هذه المنطقة، محمية وادي الورعة الجبلية في الفجيرة. هذه المحمية تشتهر بشلاله الخلاب وسط جبال الحجر، يعد واحداً من الأماكن القليلة المتبقية في العالم حيث لا يزال الطهر العربي المهدد بالانقراض يتجول بحرية في هذه المحمية. وكذلك تم تسجيل النوع النادر والمهدد بالانقراض من الطائر، وهو بوم العماني، فقط في هذه المحمية. وكذلك في سنة 2018 اعتبرت هذه المحمية كمحمية مهمة للطيور من قبل جمعية بيرد لايف انترناشونال، ودخلت من ضمن اتفاقية الإنسان والمحيط الحيوي تحت مظلة اليونسكو. هذه السمكة عندها قابلية بأنه تتحمل المياه السريعة اللي تجي من خلال الأمطار والفيضانات. في 13 نقطة ممكن منهم يدخل الإنسان لداخل المحمية، وال 13 مراقبات من الكاميرات على مستوى 24 ساعة باليوم، وبنفس الوقت عليهم لوحات تحذيرية إرشادية للأشخاص إنه أنت الآن أنت تدخل إلى منطقة محمية بموجب القانون رقم 2 لعام 2009 من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة. شكر خاص لحاكم الفجيرة سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي لاهتمامه الكبير في الحفاظ على التنوع البيولوجي وإيجاد هذه المحميات
المهمة للحفاظ على الحيوانات النادرة والمهددة من الانقراض، وإضافة هذه المساحات المهمة للتنوع البيولوجي في منطقة الفجيرة.